بسم الله الرحمن الرحيم. اولا حنا كنفتخروا ملي كنشوفوا كاع هاد الوجوه الوداديه، الاسره الوداديه عامه، جماهير، جمعيات، مسيرين قدام وجداد وحتى اعلاميين. كنتمنوا هاد البادره اللي طلقنا عليها اسم عبد الرزاق القوار الاب الروحي ديال الوداديين باش غادي تتكرر ان شاء الله، غتكون كل سنه. نتمنى بهاد اللعابه اللي كرمنا اليوم باش يقبلوا علينا حنا ديجون. يلاه بدينا. مفخره لينا باننا نتشكروا هاد الناس ونقولوا لهم بانكم راكم ديما في البال، ويكونوا حتى قدوه للاعبين الحاليين باش يشوفوا بان حب الجمهور هو كل شيء. كانت واحد النقطه اللي ما كنقولش انا نقطه سوداء، وانما واحد النقطه اللي ثارت انتباه ان بعض اللاعبين اللي ما حضروش في هذا التكريم تيقولوا بان بعض واحد الشخص ولا بعض الاشخاص لاعبين القدامى تيقول لهم باش ما يمشيوش يحضروا لهذا التكريم. حنا ما عرفناش هذا الشيء كله بور ليماج ديال الوداد. هاد الناس الا كانوا هما وداديين وبغاو يشوهوا الصوره ديال الوداد بهذه الطريقه، حنا من هنا تنوجهوا لهم التحيه وشكرا.